انا هاخد برضو من الموضوع ده اروح شويه للعيبه الدوليين بتوعنا، ولو هنتكلم عن طبعا مصر تونس المغرب، بس انا هركز على مصر كمشاركتهم برضو في كاس العرب. هل انت بتشوف ان خرجوا منها يعني في نتائج سلبيه ولا نتائج ايجابيه؟ وانا بتكلم كمان على الشق النفسي، يعني ان احنا شفنا قد ايه كان في برضو حاجات غريبه او يعني بعض النقاط اللي عليها علامات استفهام اللي كانت بتحصل. طبعا هي ابرز مشكله اللي كل الناس اتكلمت فيها مشكله محمد مجدي قفشه، لانه يعني واضح للجميع ان كارلوس كيروش مش معتمد عليه، او شايف من وجهه نظره ان قفشه مش مناسب لطريقته، فدي اكيد فيها مشكله للاعب ان هو يبقى موجود وحاسس ان هو ملوش دور، خصوصا لعيب زي قفشه احد افضل اللاعبين في الدوري المصري، ما كانش هو افضلهم في الموسم الماضي يعني. طبعا محمد شريف ما بين وسترايكر ولا جناح، فاكيد دي من الحاجات السلبيه اللي هي بالشكل المعنوي، ولكن دي اكيد الجهاز الفني للنادي الاهلي يقدر يتعامل معها بشكل. ولكن هي المشكله الرئيسيه هي الجانب البدني، حتى الجانب النفسي لو هنتكلم عمرو السولية او المنتخب حقق المركز الرابع، دي امور في الكوره طبيعيه يعني، وارد بتخسر مباراه، بتبقى مش موفق في مباراه وموفق في مباريات اخرى، ولكن هي المشكله الابرز حتى لو الناس ركزت في اللايف بتاع الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، موسيماني بيتكلم مع اللعيبه، هو بيسالهم اول حاجه بيسالهم انت كويس، رجليك كويسه، قادر؟ فهو ده ليه؟ لان الشناوي تعرض لاصابه وكان لعب كل الماتشات، حمدي فتحي تعرض لاصابه خلال البطوله ولعب لحد الاخر، عمرو السولية لعب كل الماتشات وكل 3 ايام ماتش غير الدوري، ففي ارهاق جامد جدا في اصابات. النهارده طبعا النشره بتاعت النادي الاهلي كلها اشعه المجدي قفشه، اشعه الاكرم توفيق، ايمن اشرف، لازم الاطمئنان. فالموضوع صعب جدا، بتتكلم في 5-6 لعيبه من الاعمده الرئيسيه، ولكن يعني بنقول الحمد لله قائمه النادي الاهلي قائمه متنوعه، المجلس الاداره عمل تدعيمات مميزه جدا، ان شاء الله لو في لعيب غايب اللي موجود مكانه هيأدي بنسبة 100%.